في إطار تعزيز وتطوير مهارات السجناء وتأهيلهم للعودة إلى المجتمع بشكل منتج، اختتمت منظمة حق للدفاع عن الحقوق والحريات دورة تدريبية في مركز الإصلاحية المركزية بمحافظة أبين. وتعتبر هذه الجهود الإنسانية والتأهيلية للسجناء خطوة إيجابية نحو بناء مجتمع أكثر استدامة وتضامنا، وتعزز أيضا من فرص إعادة إدماج الأفراد في المجتمع بعد انتهاء فترة السجن. يعكس هذا النشاط التأكيد على أهمية التأهيل والتدريب في تحسين فرص إعادة تأهيل السجناء ودمجهم بفاعلية في المجتمع. تهدف إلى اكتساب مهارات وخبرات بالنزلاء علشان يخرجوا الى سوق العمل يشتغلوا بشرف بكرامه، يندمجوا مع المجتمع في ظل الاوضاع تشهد البلاد، يعني الاوضاع مزاويه. وشيء جميل ان يلم هؤلاء المتدربين بصيانة الجوالات وباستطاعتهم العمل فور خروجهم، لأنهم يحملوا شهادة يعني شهادة مقدمة ورسمية إن شاء الله تكون مع الاتحاد المالي في المحافظة. الآن إحنا حاولنا إن شاء الله نغيره من سجن إلى إصلاحية تأهيل وإصلاح، وندعي أي منظمة وأي داعم وأي شخص بيقدم لهذا السجين في أي المجالات سواء في الحرفية وفي الأشياء المهنية أو حتى في إن شاء الله الأعمال الثانية أو تحفيظ القرآن أو أي شيء، السجن مفتوح للجميع إن شاء الله، ونحاول نصلح حال الشخص بما نستطيع.